دلوقتي تعالوا نشوف لقاء لزميلتنا جمانة ماهر مع النجوم البلبة وسيد رجب وأحمد خالد صالح على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مشاهدينا في كل مكان بنرحب بحضراتكم، النهارده كاميرا القناه الاولى معاكم من دار الاوبرا المصريه عشان ننقل لكم فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي في نسخته ال 44. طبعا ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بيكون في مسابقات عديده للافلام، من ضمن هذه المسابقات او من اهمها الحقيقه هي المسابقه الرسميه. هذه المسابقه مشترك فيها 15 فيلم من مختلف انحاء العالم، منها كمان فيلم مصري مشارك وهو الفيلم 19 ب. فيلم 19 بيه الحقيقة مليان كده أحداث وشخصيات وفي نجوم كتير جدا، خلينا نعرف تفاصيل أكتر عنه من النجم الكبير اللي مشرفنا دلوقتي النجم سيد رجب. بنرحب بحضرتك يا فندم. الله يخليك، ميرسي خالص. كلمنا أكتر عن 19 بيه وعن شخصية سيد رجب في الفيلم. 19 بيه فيلم كنت بتمنى أن أنا أعمل حاجة مع الأستاذ أحمد عبد الله من زمان خالص، من أيام ميكروفون. عمري ما فكرت في ان الشخصيه ملهاش اسم قد ما انا اتاثرت بالسيناريو جدا، وحسيت بالفكره الجميله اللي كلنا عايشينها، هي فكره الوحده والخوف من المجهول وكل دوت. كلنا عايشين الحياه ديت، فاتبسطت قوي ان انا هقدر اعبر عن المشاعر ديت في الفيلم، فقبلت بسرعه جدا. عايز اعرف من حضرتك ايه الانجلز او ايه الزوايا اللي كنت حضرتك حريص ان انت تظهرها من خلال دورك في الفيلم؟ كنت حريص لان انا شفت الشخصيه بتاعه الحارس، ولما قريت السيناريو كذا مره وتناقشنا انا اكتشفت ان في جوانب من الراجل دوت، بجانب الطيبه وبجانب ان هو راجل مسالم مش عايز مشاكل، بجانب ان هو خايف من العالم الاخر ومش عايز يروح فيه وبتاع، بس هو بيحل مشاكله بطرق ممكن يكون غبي او ممكن يكون كذاب او ممكن يكون بيتصرف ضد اللي هو عايز يعمله. يعني علشان يطرد الناس من البيت فممكن يسيب المياه تغرق البيت تبوظ البيت او ممكن يكذب على الراجل بيسأل عنده كلاب ولا لا، مع انه هو بيموت في الكلاب والقطط والحيوانات، وهما بيمثلوا ليه شويه الامان اللي هو مفتقده، وهو عايش يعني امانه نابع من حياتهم ومن وجودهم ومن علاقه بنته البسيطه. دلوقتي معانا شخصية عاملة شوية مشاكل في الفيلم، نجم أحمد خالد صالح، عامل إيه؟ الحمد لله زي الفل، مبسوطة أوي إن أنا معاكم النهاردة. أنا مبسوطة أكتر، بس أنا بقى عايزك تقولي عن ناصر اللي عامل مشاكل في كل حتة ده. لا، هو ناصر مش عامل مشاكل أوي على قد ما هو ظروفه هي اللي حطاه في مشاكل، زي أغلبنا إن الظروف بتحطنا في وضع ما، واختياراتنا بقى هي اللي بتؤدي للنتيجة اللي بتحصل بعد كده، فهو ناصر نتيجة ظروف. طيب ناصر ايه بقى؟ يعني عبارة عن ايه؟ دوره ايه في الفيلم؟ دورك دور احمد خالد صالح في الفيلم ايه؟ دوره هو بيعمل كسايس، اسمه ناصر، عنده مشاكل، عنده ابعد بكتير من فكرة ان هو مجرد سايس، وده من اكتر الحاجات اللي شدتني في الفيلم، هو فكرة انه بني ادم، احنا بنشوف تركيبة بني ادم بابعاده، فده من اكتر الحاجات اللي كانت محمساني لناصر. الفنانة الكبيرة لبلبة، أهلا وسهلا. التكريم مثلك إيه في مهرجان القاهرة السينمائي؟ بيمثلي إيه؟ شوفي أنا اتكرمت كتير في مهرجانات كتيرة قوي، الأقصر وأسوان والمهرجان الروائي وجمعية الفيلم ومهرجان اسكندرية، يعني اتكرمت كتير، لكن مهرجان القاهرة للسينما موضوع مختلف خالص، وجاي في وقت أنا شايفة وقت مناسب جداً، الدورة بتاعة الأستاذ حسين فهمي، فأنا حاسة أن أيوة صحيح، والدتي كانت بتتمنى أن كانت كل مرة تقول لي السنة الجاية حيكرموك في مهرجان القاهرة، كانت أمنية عندها، لكن أنا حاسة أن كل حاجة جت في معادها، لكن كنت أتمنى أن أمي تكون عايشة علشان وتكون موجودة بين الكواليس زي ما أنا قلت
علشان تفرح بأن أنا بتكرم، هي كانت أمنيتها الحقيقة.